أسعد الله يومكم وأهلا وسهلا بكم، وأهلا بكم بطبق جديد. اليوم بإذن الله حنسوي مع بعض طبق انشهر في المطاعم، هو طبق أمريكي اسمه تكساس فرايز. مكونات هذا الطبق: عندي بطاطس عيدان بهذا الشكل، أنا حمرتها في الفرن. عندي لحم مفروم، أنا سويته من قبل الفيديو اختصارا للوقت، وسويته قبل كذا أكثر من مرة معاكم في فيديوهات سابقة. مجرد أني سويته على النار مع بهارات، الإضافة اللي سويتها أني ضفت ملعقتين صلصة لأني أبغى يكون لونه أحمر. إذا هنا عندي البطاطس جاهزة مستوية، واللحم المفروم برضو مستوي. بقية المكونات عندي: حنسوي مع بعض صوص جبن. مكونات هذا الصوص: جبن شيدر، كاسة مبشورة، كاستين حليب سائل، وملعقتين زبدة، ملعقتين دقيق. البهارات حتكون بابريكا، فلفل أسود، وملح. ومن المكونات أيضا شرايح فلفل هالبينو. إذا ما متوفر عندك أو ما تحب الحار تقدري تستغني عنه. أول خطوة الآن حنسويها، حأبدأ بتسوية صوص الجبن. يلا مع بعض نشوف طريقة عمله. هنا بدأنا في صوص الجبن، حطيت ملعقتين الزبدة، وأحط الآن ملعقتين الدقيق، أقلب تقريبا بدايته زي صوص البشاميل. لما يختلط الزبدة مع الدقيق، تذوب الزبدة في الدقيق، حأضيف الحليب، قلنا كاستين حليب، والجبنة المبشورة تقريبا كاسة. بعد ما ضفت كاستين الحليب نبدأ نقلب زي طريقة البشاميل إلين يثقل. طبعا ما نخليه يثقل، هنا حأوريكم كيف. هحط شوية فلفل أسود، شوية بابريكا، الملح ما نكثر لأن الجبن مالح، ونقلب قبل ما يثقل. يعني أول ما يبدأ تحسي وانت تقلب تحسي إنه ثقل، تضيفي الجبن وتخففي النار عليه إلين يذوب كل الجبن. الآن بدأ معايا يثقل نفس المزيج، وأنا أقلب تحسي وانت تقلب تحسي انه ثقل، يعني التقليبة تثقل عن اول. هأضيف كاسة الجبن، هذا الجبن بعد ما بشرته كاسة، قلنا نفس الكاسة اللي عايرت بيها الحليب، هذه كاسة الجبن المبشور. طبعا افضل انك تبشريه عشان يسهل عليكي في الذوبان عشان ما يكون قطع. تقدر تضيفي اكثر من نوع، انا اضفت هنا جبن شيدر، تقدر تضيفي جبن شيدر، تقدر تضيفي مع اي انواع ثانيه من الشيدر، انواع موزاريلا اللي تبغي، لكن افضل شيدر فقط. كذا حستمر في التقليب الين يذوب الجبن واوصل للسمك المطلوب. طبعا ما يكون مثل سمك البشاميل، اخف شويه لانه ممكن يستخدم للتغميس. يعني هذا الصوص ممكن تحطيه في علبه تدخليه الثلاجه، تستخدميه مع الشيبسات، بطاطس زي كذا وتحطي عليها صوص الجبن اللي يريح. يعني تقدري تستخدميه في اكثر من طبق. طيب حاتركه لين يوصل للسمك المطلوب واوريكم شكله. طيب هنا بعد ما خلاص وصل للسمك المطلوب، هذا السمك المطلوب. طبعا بعد ما يذوب الجبن يطلع لونه في نفس الصوص، يعني يتحول من ابيض لاصفر حسب صفار الجبن. اذا انت تحبي اللون اصفر وجبنك كان فاتح تقدري تحطي رشة كركم اذا تحبي، او اذا تركي على طبيعته على لون الجبن نفسه. طيب الان حنكمل بقية الخطوات. هنا عندي صوص الجبن بعد ما انتهى وبرد، هنا حطيت البطاطس صحن التقديم، وبدأت أوزع اللحم عليه. حط كل اللحم أوزعه بالتساوي على الطبق. طبعا تقدر تسويه من غير لحم، إذا تحبي بطاطس وصوص جبن
تقدر تسوي، برضو تقدر تسوي بالدجاج، يعني لك الحرية، انت ابدعي، هذا هو الطبق وانت ابدعي فيه وغيري على حسب ذوقكم وذوق العيلة. طيب كذا انتهيت من توزيع اللحم، حأبدأ أوزع الفلفل الهالبينو برضو نفس الطريقة على كل الطبق. كذا طبقي خلص، بعد ما وزعت شرايح الهالبينو وزعت عليها الجبنة، تقدر تحطي برضو في طبق جانبي جبنة، صوص الجبن، وتغمسي فيه البطاطس. جربوه حيعجبكم، وعلينا وعليكم بألف عافية.